الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، واللي كان أبرزها بيان رئاسة الجمهورية اللي أكدت فيه أن مصر تحملت ضغوط وأعباء لا حصر لها بسبب الأوضاع في قطاع غزة. كمان معانا بسنت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير 2024. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إصدار رئاسة الجمهورية بيان أكدت فيه توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، مع العمل على وقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع. وأكدت مصر أن الدور اللي قامت بيه في حشد وإدخال المساعدات كان قيادي ونابع من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوط وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كميتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر حكومة وشعب ومجتمع مدني، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمجلس والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يناير من عام 2024 من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. أيضاً امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير مفصل حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة جودة المنتجات المصنعة محلياً حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات شهدت مجموعة من الأحداث، من أبرزها إقامة 85 مشروع استثماري بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى في محافظة البحيرة، كمان افتتاح معرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة أسوان. كمان معنا قطع المياه لمدة 13 ساعة عن قريتين في بني سويف، واللجنة الاستشارية لبرنامج دوائر اللي هتعقد اجتماعها الأول في محافظة سوهاج. أخبار وتفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة البحيرة أعلنت رفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بطول 6 كيلومتر لدعم المستثمرين الجادين. بتقع المنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى على مساحة 346 فدان بمنطقة الترانة، وبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروع، منها مشروعات غذائية وكيميائية ودوائية. محافظة أسوان شهدت افتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة لخريجي برنامج استثمر حياتك في إطار جهود أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والفتيات من خلال رفع قدراتهم ومهاراتهم. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف أعلنت قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخرشد وتوابعهما اليوم السبت اعتباراً من 8 صباحاً حتى 9 مساءً للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت الجبل مركز إهناسيا. هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ أعلنت فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن عدد من المناطق ابتداءً من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً لإجراء الصيانة الدورية اللازمة. وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق خلال بيانها إن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي مسجد السمدوني، الكشلة، شارع البسطة، فم الصعيد وكورنيش النيل. اللجنة التنسيقية لبرنامج دوائر عقدت اجتماعها الأول بسوهاج، وهو البرنامج المعني بالترويج لمبادرات الأعمال المبتكرة بقيادة المرأة في قطاع السياحة الريفية المستدامة بسوهاج، وبيستهدف تنمية وتطوير 100 مشروع في محافظة سوهاج في مجال السياحة الريفية.
مديرية الصحة بدمياط نفذت قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. وانعقدت قافلة طبية بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد تردد عليها 1353 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل ما يقرب من 23 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع الجاري بدءاً من اليوم السبت على متن 115 رحلة طيران وسط إجراءات احترازية مشددة.